مع اقتراب شهر رمضان المبارك تواصل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس وشؤون المسجد الأقصى الاستعداد لاستقبال المصلين والوافدين إلى المسجد الأقصى المبارك. للاقتراب أكثر من هذه الاستعدادات أرحب بضيفي من القدس الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى المبارك. شيخ أهلا بك شيخ عمر، أود أن يعني نسمع منك أو أن تضعنا في صورة الاستعدادات، استعداداتكم استعدادات المدينة وسكانها لاستقبال الشهر الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم المشاهدين الكرام، حياكم الله وحيا نحن إن شاء الله في استعداد لاستقبال شهر كريم، نسأل الله العلي العظيم أن يعيده على الأمة الإسلامية والعربية باليمن والخير والبركات بإذن الله والأمن والأمان بإذن الله سبحانه وتعالى. دائرة الأوقاف الإسلامية الحمد لله أنهت جميع الاستعدادات لاستقبال هذا الشهر الكريم في المسجد الأقصى المبارك بتحضير برامج التراويح، تحضير برامج الدروس الدينية بعد من صلاة الفجر حتى صلاة العصر، صلاة التراويح لأئمة لحفاظ القرآن الكريم وأصوات ندية بإذن الله سبحانه وتعالى. هناك كان اجتماعات مع عدة لجان، لجان الكشافة ولجان تنظيم المصلين، بالإضافة إلى عدد حراس، زيادة عدد حراس المسجد الأقصى المبارك من أجل تنظيم صفوف المصلين واستقبال المصلين وتوفير لهم إن شاء الله جميع الخدمات في داخل ساحات المسجد الأقصى وفي المصليات. أيضا زيادة عدد السدنة، السدنة هم الذين يقومون بخدمة المصلين في داخل المصليات المسقوفة وتنظيف المصليات المسقوفة من السجاد وتصفية الكتب وأيضا القرآن الكريم. كل هذه الأمور إن شاء الله. أيضا هناك أيضا لجان النظافة، قسم النظافة في المسجد الأقصى المبارك، وأيضا هناك كان عقد مع لجنة للنظافة من أجل تنظيف ساحات المسجد الأقصى طيلة الشهر بعد الإفطار وأيضا حتى انتهاء السحور بإذن الله سبحانه وتعالى، من أجل جعل ساحات المسجد الأقصى تستقبل المصلين، جاهزة لاستقبال المصلين بعد الإفطار وأثناء صلاة التراويح. أيضا هناك كان أعذرني على المقاطعة الشيخ عمر، لكن في إطار كل هذه الاستعدادات التي ذكرتها الشيخ عمر، لا مشاكل مع الاحتلال، ما الذي تتوقعونه أن تمضي الإجراءات التي تقومون بها بيسر، رمضان هادئ آمن، أم أن هناك بعض التخوفات ربما أو بعض القضايا العالقة مع الاحتلال؟ أخي الكريم، يعني نحن نقول إن شاء الله، يعني نحن نقوم في كل عام باستعداداتنا، دائرة الأوقاف الإسلامية بتقوم بهذه الاستعدادات دائما. المعوقات حتى الآن لا توجد معوقات في أداء إن شاء الله الخدمات في داخل المسجد الأقصى المبارك، حتى يعني حتى الآن إن شاء الله سنستقبل لجان الإسعاف ليقوموا بوضع أيضا خيام ميدانية وعيادات ميدانية في ساحات المسجد الأقصى لخدمة المصلين، لكن نحن نتخوف من المتطرفين الذين يقومون باستفزاز المصلين ويريدون أن ينغصوا علينا هذا الشهر الكريم. الشهر رمضان هو شهر القدس، هو شهر المسجد الأقصى المبارك، وفي المقابل نحن نقول أن المسجد الأقصى بكل مساحته 144 دنم هو حق خالص للمسلمين، لا يقبل القسمة ولا يقبل الشراكة، فلذلك نحن نحمل حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن الاستفزازات التي يطلقها هؤلاء المتطرفون في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك ومن أجل أن ينغصوا علينا هذا الشهر. لذلك نحن نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشهر شهر أمن وأمان لكل المصلين القادمين إلى المسجد الأقصى المبارك. دائرة الأوقاف أيضا نظمت، سيكون هناك إن شاء الله إفطار خفيف إن شاء الله بالتمر ولبن ووجبة إفطار خفيفة لجميع من يتواجد في داخل المسجد الأقصى المبارك، وثلاثة أيام وجبة
وجبة إفطار كاملة إن شاء الله خميس جمعة سبت وربما أحد أيام وسط الأسبوع من أجل تقديم إن شاء الله للمصلين. نحن إن شاء الله يعني بصراحة نحن على نتمنى ومن الله عز وجل ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا الشهر شهر أمن وأمان للمصلين وليس كالسنة الماضية التي نغص علينا في ليلة القدر وما بعد ليلة القدر في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون بأمن وأمان وللمصلين الذين يصلون إلى المسجد الأقصى المبارك. أيضا هناك الدورات الصحية على جميع أبواب المسجد الأقصى. دائرة الأوقاف أيضا عممت على المساجد اللي في البلدة القديمة والمحيطة في المسجد الأقصى أن يفتحوا دورات المياه ويستقبلوا المصلين القادمين إلى المسجد الأقصى لتخفيف الضغط على دورات المياه في داخل المسجد الأقصى ولتقديم الخدمات للمصلين إذن الاستعدادات إلى المسجد الأقصى المبارك. استعدادات على قدم وساق يعني. يعطيكم العافية من القدس الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى، شكرا جزيلا لك.